عامله ايه ست ليلى دلوقتي؟ بخير اصيله يا نزار، جايه تسالي عليها بعد اللي جرى فيكم؟ تلقاها جايبه عمل لبتي. انا مش بتاعت الحاجات دي يا ستي، ولا افهم فيها، وهعمل عمل الولايه دي؟ معلش يا حبيبتي، معذوره. انا جايبه لها حاجه تشربها تقوي العظم وتخليه يلم. كتر خيرك، تشربي منه اللو. بس ده ليه كسور؟ ماليش صالح، تشربيه نشربوه، غير كده لا. حاضر، اعمله واشرب منه. رايقين عيالك؟ الحمد لله بخير. ممكن بعد ما اعمله واشرب منه اشوف الست ليلى. بس تشربي الاول. وبعدين يا خليل بيه، تدخل شيخ الازهر في الامر هيعقد لنا الامور، ولو بلغ الناس اننا رفضنا طلبه هنبقى في كفه الكره ونفقد الشرعيه، ولو وافقنا نبقى سلمنا رقبتنا لعلي بيه. بالظبط. اعتقد كده لابد نبعت القهوه لمولانا الشيخ الازهر. مفيش حل تاني. يا انت ليلى؟ ايوه انا. وانت مين؟ انا نظام، مرات. اهلا وسهلا. انت فعلا جميله قوي يا ليلى. الله يخليكي. اشربي يا ليلى. واه، دواء مر قوي. دايما الدواء مر. ليلى، في واحد بيسلم عليك يا ليلى. مين؟ جابر. جابر؟ تعرفي؟ لا، هو يعرفني؟ ما يعرفش غيرك يا ليلى. ويسلم عليا انا كمان ليه؟ ده عايش عشانك. كتر خيره وكتر خيرك. تعالي استندي عليا، بصي من الشباك وشمي هوا ربنا. انت تعرفي جابر ده؟ انا زي ما كنت سمعت الاسم ده قبل كده. ايوه اعرف. تعرفي من فين؟ يبقى قريب يا ليلى. تحبي تشوفي؟ اشوفه كيف؟ لو طلعتي من الشباك هتشوفي. صح صح. تعالي على مهلك. ايوه اعرف، شفته في الحلم كتير.